سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أحبتي في الله، بعد لحظات سيتم عقد قران ابنة ناصر عبد العال بمشيئة الله تبارك وتعالى في بيت من بيوت الله في هذا المسجد المبارك. والزواج أيها الأخوة الأحباب سنة كونية أو آية كونية وسنة نبوية وضرورة اجتماعية وغريزة جنسية. والزواج سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء وقايا. ومن دعاء عباد الله الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويقول سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. يقول الصديق رضي الله عنه وأرضاه في تفسير هذه الآية: أطيعوا الله فيما أمركم به، أي النكاح، ينجز لكم ما وعدكم، أي الغنى. إذا يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أطلبوا الغنى والتمسوا الغنى في النكاح. وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله يعلمهم، ثلاثة حق على الله يعلمهم: الناجح الذي يريد العفاف، والمكاتب الذي يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. لذلك روى الطبراني والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شر دينه، فليتق الله في الشر الباقي. لذلك اعتبروا أن الزواج عبادة من العبادات التي تقرب من رب الأرض والسماء، بل له أجر وثواب عظيم، لأنه لا رهبانية في الإسلام. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لا يمنع عن الزواج إلا عجز أو فجورا. يقول رضي الله عنه عمر: والله لأمنع عن الأفق نفسي على الجماع، لعل الله يرزقني بنسبة توحد رب الأرض والسماء. الزواج أيها الأخوة الأحباب عبادة لما فيها من الأهداف النبيلة والغايات السامية: استقرار وبناء أسرة توحد رب الأرض والسماء. لذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من جاءكم أو من جاء يخطب إليكم ترضونه دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تكون في الأرض فساد عريض. الحديث أو معناه: من جاء صاحب الدين وصاحب الخلق، شرط الدين ومع الخلق، لأن الأخلاق مهمة جدا. لذلك يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث: أقرب ما يكون العبد يوم القيامة، أي مني من النبي، حسن الخلق، أقربكم إلي من حسن يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بل يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. كذلك المرأة
يقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، حسب أمالها وجمالها ولدينها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بها بالله الدين. تأمل ذلك بهذا القدر الكفاية، ونرجو الله عز وجل أن يكون أعظم نكاح يقوم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زواجا مباركا لكل شيء وسلم. وهذا القدر الكفاية. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. سيتم من شهد الله سبحانه وتعالى شرح حزبه السيطرة على كريم الحاج مصر عبد الله بن العزيز الشيطان نصر الله سبحانه وتعالى ومتابعين عليهم وعليهم الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسلم وأنا قضيت على بركة الله سبحانه وتعالى الزواج من ابنتك البكر شيماء ناصر عبد العال لنفسي زواجا شرعيا على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله لكم وبارك عليكم وان شاء الله بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في الخير. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما. We'll be right back.
وجمع بينكما في خير. أدم حبهما الله، صلي وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهدي خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us, and with one voice let's all say 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 بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أدم حبهما الله، صلي وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهدي خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us, and with one voice let's all say 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 بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.
وكل الكافرين